صالح إثر تدخل الشرطة بقوة مساء الثلاثاء لتفريق تظاهرة في غرب العاصمة قبل أن تضطر إلى التراجع. هذا وقد أشارت مصادر طبية ميدانية إلى أنه بالإضافة للقتلى فقد سقط مئات الجرحى المصابين بالرصاص والحجارة والهيروات والغاز المسيل للدموع. هذا وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مناقشات مغلقة بحث خلالها تطورات في اليمن. وقال دبلوماسيون إن مسؤولا رفيعا من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة سيقدم تقريرا للمجلس عن الوضع في اليمن الذي قد يصدر بيانا في ختام اجتماعه بخصوصه. ويتزامن انعقاد مجلس الأمن مع استمرار الوساطة الخليجية حيث يلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في أبوظبي ممثلين عن الحكومة اليمنية بعد أن التقوا وفدا من المعارضة الأحد في الرياض. ومعي من نيويورك مراسل الحرة نبيل أبي صعب من مقر الأمم المتحدة. نبيل، ماذا عن هذا الاجتماع في الأمم المتحدة حول الأزمة اليمنية؟ نعم، في الواقع مجلس الأمن الدولي استمع مطولا إلى رئيس دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لين باسكو حول آخر التطورات في اليمن، وشاركه أيضا في تقديم إيجاز إلى المجلس الموفد الخاص الذي كان أرسله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اليمن، وهو مغربي الجنسية، اسمه جمال بن عمر. مجلس الأمن الدولي عقد مداولات مغلقة استمرت نحو الساعة والنصف، ولكنه لم يستطع أن يتوصل إلى اتفاق على نص يجمع عليه أعضاء المجلس لتوجيه رسالة إلى اليمن، رغم أن لبنان وألمانيا تشاركا في اقتراح نص بيان يدعو إلى دعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن اليمن، وأيضا دعم مبادرة الدول الخليجية مجلس التعاون الخليجي، ولكن الاعتراض الرئيسي أتى من الجانب الروسي والصيني. البعثتان الروسية والصينية طلبتا وقتا لمراجعة عواصمهما والعودة إلى مجلس الأمن في خلاصة هذا الموقف. ولكن الموضوع اليمني وصل إلى مجلس الأمن، وهذه هي أهمية هذا الاجتماع، إذ أن الخبراء أعضاء مجلس الأمن الدولي سوف يعودون إلى الاجتماع على مستوى الخبراء لمواصلة بحث الوضع اليمني. نعم، نبيل أبي صعب مراسل الحرة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شكرا جزيلا لك. وفيما تتواصل الاعتصامات والمسيرات في اليمن، تتوالى الاجتماعات حول ما أصبح يعرف بالأزمة اليمنية، سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي. في ساحات التغيير يتواصل الاعتصام وتتصاعد مسيرات الاحتجاجية المقالبة بإسقاط النظام، ومع ذلك لا يغيب عن بال الشباب اليمني المعارض التفاعل الخارجي بما فيه الخليجي مع قضيتهم، بل يلونه اهتماما كبيرا، لكنهم يتطلعون ألا تخرج جهودهم الطيبة حسب تعبيرهم عن الثوابت التي لا تقبل المساومة. أقول لهم هذه المبادرة كانت مبادرة طيبة، لكن كانت الأصل أن تكون قد في 3 فبراير، أما بعد أن سقط الشهداء وسفكة الدماء فلا يمكن أن الشباب هؤلاء يقدموا ضمانات لعلي عبد الله صالح أو رموز نظامه. نشكر الخارج على المبادرة الرائعة، لكننا نقبل بها أن خروج علي عبد الله صالح بدون محاكمة، لأنه ارتكب جرائم لا تعد ولا تحصى. لم تعد المشكلة اليمنية فقط محلية أو إقليمية، بل أخذت بعدا دوليا من خلال مجلس الأمن الدولي الذي يناقش المشكلة اليمنية لأول مرة. شباب التغيير يتطلعون إلى موقف قوي يخرج به المجلس سياسيا، يكون عنوانه الرحيل الفوري وغير المشروط للنظام في بلادهم. ندعو مجلس الأمن إلى الاهتمام بهذه القضية ووضعها في عين الاعتبار، ويكون تحركاته نحو القضية اليمنية بالضغط، ولا نريد أي تدخل كما حصل في ليبيا أو في غيرها من الدول. أهم نقطة هي رحيل النظام، الرحيل الفوري. نحن نطلب تنحي الرئيس ورحيل النظام الفاسد بكل ما يشمله. أتمنى أن يضغطوا على علي عبد الله صالح أن يرحل الآن قبل فوات الأوان، قبل أن ترتفع مطالب الشعب وقبل أن يرحل الشعب.
التصعيد المستمر للمسيرات الاحتجاجية والتزايد الملحوظ لأعداد المحتجين في المدن اليمنية ضاعف من عدد الضحايا في صفوفهم جراء اعتداءات قوات الأمن اليمنية عليهم أثناء تنظيم المسيرات، كما حدث مؤخرا في صنعاء والحديدة وتعز وغيرهما. هناك من يعتقد أن تقديم ضمانات وعدم الملاحقة القضائية والقانونية لأركان النظام هنا في اليمن شجع السلطات على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات على المحتجين السلميين كما حدث مؤخرا في مدينتي صنعاء والحديدة. عبد الكريم الشيباني، الحرة، من ساحة التغيير، صنعاء. أعود إلى ضيفي من نيويورك الناشط في مجال حقوق الإنسان السيد حمدي الرفاعي. سيد الرفاعي، مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات الأزمة اليمنية، هل لذلك أي دلالات برأيك؟ لا أعتقد ذلك. في نهاية المطاف الشيء الوحيد الذي سيجعل صالح يتنحى هو الشعب اليمني، شعبه يفهم ذلك، لهذا السبب يخرجون بأعداد أكبر وأكبر لأنهم كانوا يعانون من قمعه لفترة طويلة. من الرائع أن مجلس الأمن يناقش قضية الشعب وهم يفهمون محنة الشعب الذي قمع، ولكن في نهاية المطاف الشعب اليمني هو الذي عليه الإطاحة به. في نفس الوقت هناك اجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يبحثون سبل حل الأزمة بعد أن التقوا المعارضة، الآن يلتقون وفدا رسميا يمنيا. برأيك هل يمكن للخليجيين وهم أدرى من غيرهم بشعاب اليمن أن يصلوا إلى حل؟ أعتقد هذا شيء نأمله، ولكن الحقيقة هي أن هذا غير محتمل. مجلس دول التعاون مكون من بلدان مثل السعودية، الملك السعودي عرض إرسال وأرسل قوات إلى البحرين، من الواضح أنهم ليسوا محايدين ويتوسطون في هذا الخلاف بين علي عبد الله صالح وبين شعب اليمن. إذن أن نتوقع أنهم سيصلون إلى خلاصة تكون مقبولة للمعارضة، أعتقد أن هذا غير محتمل. وإذا كنت تذكر إحدى الشروط المسبقة لعلي صالح كي يذهب للمفاوضات كانت تتمثل في ألا تكون هناك أي ملاحقة قضائية له أو لعائلته، وهذا شرط غير مقبول من جانب المعارضة. حقيقة الأمر أن مجلس دول التعاون كان ينظر في هذا الموضوع، هذه إشارة إلى أنهم لن يكونوا فعالين في المفاوضات، وهذا يؤدي بنا إلى الاعتقاد أنهم لن يكونوا. نعم، ابقى معي سيد حمدي الرفاعي، سأعود الحديث معك بعد قليل. في مصر خرست لجنة تقصي الحقائق التي اختصت بالوقائع التي شهدتها الثورة المصرية إلى